لينير، بعدين يصير عندي هذا اللي احنا هذا بدنا نعمله ايدلايزيشن. طيب مرحله الاراضي الاراضي السفاس لا الاصل الاصل في كل في كل هذا الحكي انه شو اللي صار هنا؟ اللي صار هنا هو القبول بالحال لفتره ومن ثم تغيير الحال عشان انا اصير اتحمل العالم. يعني طب هي اكبر صح؟ هي اكبر. طب شو اللي صار؟ طب ليش ليش من هان ما صارت هان؟ هو يحاول يقاوم بضل يقاوم 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 ليكون طاعه تطويع. شو معنى التطويع؟ اللي هو مرحله الهيلينج تطويع، بس هو بيطوع حاله لايش؟ للظلم اللي في ظلم، في قبول في الظلم وسكون، بس ليش؟ مش لقبول الظلم، لا لتغيير الحال لي بيكون بيتحمل سترينث هذا سترينث وهذا سترينث مفهوم؟ اذا الان انت ليش طوعت حالك وغيرت من شكلك؟ عشان تصير تتحمل اكثر. يعني هذه قوم حدا بفكر مفهوم؟ بسكروا علينا هذا الجسم بروح عشان ايه صار مسكر؟ طيب روح اعتني. طب تتسكر عند الحال روح عند الحال. طب اليوم لو في تطويع لايش؟ عشان تصير تتحمل ايش؟ اعلى. فهان هي المولكيوز تبعت الماده غيرت شكلها. ليش؟ الاكشن اللي عليها بطلت قادره على استيعابه وتخزينه داخلها. شو يعني؟ الاصل الاصل عند هاي النقطه مش هذا الاستاذ مش انا شلت الحمل الانرجي مش رجع نفسه. اذا هي ليش ركبت حالها؟ لانه غير قادره على استيعاب الاكشن اللي عليها. فشو عملت؟ غيرت في الملكيوز بشكل بسيط عشان تستطيع تاخذ ايه؟ انرجي اعلى. لكن للاسف ما بتقدرش ترجع لمكانها الطبيعي. بالتالي فهاي اللي هي برضه تسمى انرجي ستور. والدليل الدليل اذا رفعت انت الحمل عند النقطه هاي هيرجع هيك. طب وين هذا الحكي في عين اليمين؟ أنا وياك بدنا نتعرف قضية فنية، حط أطفال. أنا لو طلعت 90 درجة قديش طلعت؟ أكثر أكثر من 90 عشان أيوه. إذا هذا الفكر هذا الفكر اللي عندي إذا أنا بدي أوصله لهان لازم أكون موصله لهان الأول. فإذا هي المادة نفسها تبقى إلى نفسك لكن مع عدم العودة. ليش؟ للأوريجينال ستيت. بصير لازم جديد بس بمرحلة مختلفة. طيب الآن لما أنا طعشت الحديد ووصلته للنقطة هاي قديش الستريس اللي فيه؟ ثلاثة. تركته. رجع هيك. رجع هيك. قديش الستريس اللي فيه؟ طب مو في ستريت صار سوفتنينج يعني صار انه في استقبال اذا استقبال يستشعر ما يسبب الستريس في إلاستيك ستريم معناته أكيد في ستريس.
نفس الاسوارة اضغط 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 بصير ستريس اترك برجع اضغط 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 ولما تترك ترجع وين راح الستريس؟ وين راح الستريس؟ مين اللي بيسبب الستريس؟ انا عندي هذا من هالهان الاستيك ستريم وهذا من هالهان الاستيك سوري الان انا وصلت للنقطه هاي هاي كلها توتال ستريم بعدين بعد شوي تركت وصل لها اذا الان وين الستور ماتيريال ستور انرجي اللي في هذا هيدا نص ستريس ستريس بس تنو ستريس الإلاستيك ستريس الإلاستيك هو الفرق بينه هذا راح نمر عليه مش مرة الكرام لا لأنه نتصل بالفيلر أناليسيس الإلاستيك أناليسيس والستريس هذا اللي بنحكي فيه اللي هو إذا كان عندي فورس وعندي ديفورميشن إذا كانت هاي هي الرياليتي وهذا هو الإلاستيك معنى ذلك إنه الفرق بينهم إذا أنا بصرف بعمل أناليسيس إلاستيك وبدي أقبل هاي النقطة معناته هذا ما يسمى بدك شوف إن أنا قابل إنه يكون هيك فبالتالي وهذا ما يسمى اللي مضمر الستريم هو الستور إنرجي نحن نحكي عن أكثر من شيء نحكي عن ستريم نحكي عن انرجي بشكل نهائي ننهي انه بالاصل بما انه انا بدور على الارثيكويك هذا الستركتر اللي عملت له هذا الموديل هذا الموديل اللي عمل له ريديوس فورسز اذا الريسبونس بتكون شو الاستيك وريديوس مو بشكل فورسز اللي عليها هذا هذا بصير يطلع بينزل معي والله ستويل مش كويس طلعوا الامبورتنت فاكتور على طلعوا قدام بيك هو بصير بصير يشتغل معي على الاسامبشن اللي عندي عشان ابني الكود بقول لك اذا الالاستيك فورس ليس ذا كومبوننت كابابيلتي اذا مش اذا لا هو الأصل أنا بكون عارف إنه هاي أوريدي هي ممكن تكون على صخر عنده سرطان طب مو من ريزيستنس فريم مو سبيشال سرطان طيب الإمبورتنت فاكتور واحد يعني سرطان ما يعني الار كبيرة شو عندنا الار يعني انا البرفورمانس ليفل اللي انا بدي اياه يكون على هيك هي نفس الشيء كل اللي بدكم ايش هو رسم اذا انا بديش اكون in a very risky place I need plastic analysis اذا why plastic analysis انا ليش اقبل بأسامبشنز انا ما ممكن ان احلل واكون مش بالرسم هذول اللي بنقول عنهم هذا معناته اوبريشنال بشكل بسيط ميديا اكويبنسي انه ممكن هذا طفى او هذا لكن لحد الان ايش بيجي الستركتشرال اليمنتس صار فيهم ليس كومباتيبلتي لكن بصدر كومباتيبلتي بسميه لايف سيفتي كولابس اذا الدمج باعتبار انه الاوبريشنال الدمج عنده بعد الاثبات كم؟ زيرو الكولابس بريفيجن اللي عنده 99% اذا بدنا نحط هذا على الكير اللي بدنا نحكي فيه طول السنه شو هذا؟ لا اذا انت اذا بدك لا تروح لي على الكود افهم شو مطلوب والله هي بدي اوبريشنال بدنا نصمم على هذا والله انا بدي
لايف سيفتي على هاي، اذا بدك كولابس بريجن على هاي، واذا بدك كومبليت كولابس مو معطي. اذا عندي البيهافير ستراكشرال ديسبيسمنت ولاترال الاكشن اللي عندي هو بيحدد لي البيرفورمانس. طب اذا انا هاي ذير از نو نيد فور بلاستيك ابليكيشن، هو كل الكود اللي بتحكي لك عن هاي كود life safety. إذا life safety معناته I need plastic analysis عشان أنا أقوم بأجي life safety. يعني على أساس الآن لو نروح للـ probability of exceedance اللي هي أصلاً ليش أطلب في الـ ethical analysis هتكون في واحد أو اثنين معرفش، يعني probability of exceedance إنه الكود إنه إذا بدك اللايف سيفتي البروبابيليتي أوف إكسيدنس لهذا الحكي كان 10% ممكن تيجي الإثيكال وتكون أكثر من إنه أوبريشن. قديش البروبابيليتي إنها تيجي 10%؟ طب قديش البروبابيليتي إنها تيجي للأوبريشن؟ واحد منهم. طيب قديش البروبابيليتي تيجي على اساس انه يكسب؟ المفروض كان 1 من 10,000. هذا معناه انه تو اكسيد ال بديش ادخل في هذا الكلام لانه هذا الدكتور في لا هذول حكينا عنهم. اي ريكومنديشن هذا اللي بيحكي عن الكود، اللي بيحكي عن الكود دائما بتوين ايميديت امبنس وايش؟ كولابس. فإذا هو الأصل إنه أنا اللي عندي ريكومنديشن هاي but there is a possibility to exceed. اليو بي سي شو بقول؟ في 10% exceedance exceed الفضل هاي مش هاي. إذا this is the recommendation اللي هتكون immediate recommendation life safety ممتاز والله كويس. بس there is a probability إنه المبنى اللي بدك تعمل يكون معرض لا كولابس بريفيجن 10%. ما هو ده البروبابيليتي معناته ممكن يصير. طب لو كده 2% شو يعني 2% و 10% و 5%؟ في للزلازل فرائض 10% في 5% في 2%. طب منين واخد؟ اذا انت فاهم شو بتسوي خذ منا شئت. شو المشكله؟ خذ من وين بدها. اذا انت فاهم ال 0.15 شو هي خذها من 2% وخليها 0.15 بكون والله انا عايش في نابلس. نابلس في 1925 صار فيها زلزال من طيب اجاوبك صح. هذا من الزبط ويرجع يشتغل.
هون بتيجي اي واحد الان بقول لك انا بعطيك تقرير بكون حاطط في التقرير انه اذا البروبابيليتي هذا قديش عمره كنا كنا نقول 10 قديش بده تهدوه الكونكريت بفرق 20 سنه هون يعني اذا كنت سنه الكونكريت بفرق 20 سنه مفهوم اذا والبروبابيليتي شوف انه تعيد نفس الهزة الأرضية بدها كمان 100 سنة بعطيك تقرير لكن إذا عندك البروبابيليتي إن تعيد نفس الزلزال 50 سنة وهو بده يكون on the expected by the structure أكثر من 50 سنة مستحيل بعطيه لكن في بعض ما أعطيه طب والعمة شو بصير؟ هو إذا هذا أتت هزة أرضية ما بده متكبر شو هو؟ ما حسيت تحت التراس بس انا على يعني على الهزه الارضيه اداء مش راح تكون ما هو هذا الكلام الان اللي بدنا نناقشه في اخر الفصل لما يسمى بوش اوفر اناليسيس يعني انا وصل هذا الحكي لا بدي استقبل بدي حل هذا تيجي بتروح على السوق وقال واحد بده يبني بني بالضبط كيف مسؤول السيستم كل بلادك كيف تصير
هاردنس، بعدين يجي سوفتنس، بعدين شو بصير في اخر الفصل راح هذا يكون اور ريفرنس فور بوش اوفر بريس. هذا الموضوع بوش اوفر بريس واللي هي الريشيو دي اوفر سي. مش يعني دي اوفر سي في هذا الكلام مدفعه مدفعه شو راح يصير هون كانت شو فيس شو صار بس تفكر ليش ما تفكر إنه تكون قديش تقريبا هون أول أوبريشن أزرنتيشن أصلاً لو كان أعلى من هيك وهو بصير في كولابس وضاب تلفيرينج شو صار فيه بين بلاستيك هيك اوكي الان اعتقد انه الاتنشن انه والله ليش بلاستيك اناليسيس اعتقد انه هذا كافي اعطيكم اياه واي شيء اي شيء موجود في هذا الكلام بدكم تراجعوا الحصه الجاي اعطيكم اياه الحصه اللي بعدها تراجعوا او هو بكون طرف خير انك تمشي فيه انا بعطيك سلايدز ايش ما فهمتوش حط على شو شو معك شغلات ما فهمتهاش ترجع لي بس كنت بفهمها شو بدنا نسوي مع بعض يعطيك العافيه سؤال بسيط